بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، بعد التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض إن شاء الله دلوقتي بإذن الله رب العالمين في الفيديو بتاعنا اليونيتي دو. يونيتي دو طبعا اليونيت الثاني بالنسبة للفرنسي بتاع الصف الأول الثانوي. هناخد الدرس الأول وكلماته، هنقرأ مع بعض الكلمات. أنا نيفرسير لار أن بالون ان باتو ان براسلي ان بيرو لي سيزو ان كريون دو كولير لوديسا ان جو ان كيت ان اورديناتور الاختصار بتاعها اوردي ان ساكادو ان ستيلو ان توب دو بانتور ان توب دو كول ان شامبر لا جيوغرافي ان جيتار ليستوار لا ليكتور ان ماكيت L'aventure, une raquette. Arriver, entrer, exprimer, observer, passer, ranger. Brésilien, dans, je sais, né, quand, qu'est-ce que c'est, ranger, s'il te plaît. شوف يا اولاد الوحده بتاعتنا والديكوموس كولير بتتكلم عن ايه. هنا طبعا بيقول لي جو مابيل اليكس، انا اسمي اليكس، وهنا على جنب جو ايم يعني انا احب، جو نيمبا لا احب، جي كانزون انا عندي 15 سنه، ادمي طبعا هنا بيحب ايه لار اللي هو الرسم او الفن، لا موزيك الموسيقى، بيكره لي فريت ولي لا ليكتور طبعا فريت اللي هي المقليات وليكتور اللي هي القراءة. تعالوا نشوف مع بعض الدوكيمو بتسألني عن ايه. اول سؤال هنا في الدوكيمو بيقول لي اليكس دي تيست بيكره، طبعا ايه الحاجة اللي بيكرهها اليكس؟ اليكس عندي طبعا هنا لي فريت وطبعا لا ليكتور، يبقى اذا هو دي تيست يعني يكره، يبقى هو بيكره طبعا هنا معايا هنا الحاجتين اللي هو بيكرههم فريت وليكتور. هنا بيقول لي ار الفن جيوغرافي موزيك وماس، طبعا هو مش جايب لي اي اجابه تخص الجزء بتاعي اللي هو الماليات والليكتور القراءه، اذا هو السؤال بتاعي هنا طبعا ما فيش اي اجابه تخصني فوق. تمام. طيب نيجي للسؤال التاني. سور لا فوتو نيميرو ان، الصوره رقم واحد اليا، الصوره رقم واحد لو بصينا فيها طبعا يا اولاد اهي موجوده قدامي، طبعا هنا دي كريون دو كولير فيها اقلام الوان، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى نيميرو اه. السؤال رقم 3 اليكس عنده كام سنه؟ هو فوق قال لي جي كانزو ادمي، تمام، وموجوده عندي في الصوره بيقول لي جي كانزو ادمي، انا عندي 15 سنه ونص، يبقى الاجابه طبعا كانزو ادمي. بعد كده اليكس ايم، فبالنسبه لاليكس لو بصينا للصوره طبعا هو بيحب الار ولا موزيك، يبقى طبعا هو بيحب الار. الصفحه الثانيه عندنا يا اولاد 119، هنا اليكس ولورا، طبعا ضال شامبر دو اليكس في الاوضه بتاع مين؟ اليكس سيتان براسلي برازيليان بور لانيفرسير دان كوبان. طبعا قبل ما اقول الجمله دي مفروض اخته سالته كيسكو سي ما هذا، راح ردد عليها قايل لها سيتان براسلي برازيليا اسوره برازيليه بور لانيفرسير دان كوبان لعيد ميلاد ايه صديقي، قالت له ايه ان كوبان وعلامه استفهام صديقه اي كومو ايل سابيل اسمه ايه، رد عليها قال لها اوجو. اول حاجه بقول لي نقط فيت سون انيفرسير، طبعا لما سالته قال لها انيفرسير دان كوبان عيد ميلاد صاحبي، سالته قال لها اوجو، يبقى العيد ميلاد هنا هيبقى بتاع مين؟ اوجو. بعد كده السؤال الثاني بيقول لي لو براسلي برازيليان بور، طبعا الصورة البرازيلية طبعا لمين؟ لوجو عشان عاملها عشان عيد ميلاده. لورا ايه؟ طبعا هنا لورا فين؟ طبعا شي اليكس عند اليكس طبعا فين؟ في الأوضة بتاعته. بعد كده اوجا ايه اوجو ايه اليكس صان، طبعا دي كوبان لأنها قال لها ده العيد ميلاد صديقي. يلا يا ولاد كده مع بعض نقرأ الكلمات. ان ارتيست ان انيفرسير ان باتو ان كادو ان كايي ان شيان دي سيزو ان كريون ان فتر ان جو ان كيت ان لوزير ان لكتور ام بي تروا ان اوبجي ان بورتابل ان بورتكلي ان بازل ان ساكادو ان سولونيير ان تاي كريون
un tube de peinture, un tube d'eau coule, un vêtement, des yeux, une activité, une bande dessinée, une casquette, une chose, une console de jeu, une fête, une feuille de papier, des fournitures scolaires, une gomme, la lecture, une photo, une règle, une trousse, des vacances, adorer, aimer, chanter, chercher, collectionner, danser, décrire, dessiner, détester, donner, se trouver, utiliser. Aussi, beau, belle, coloré, cool, doux, douce, génial, grand, idéal, élan, mais, manuel, nouveau, nouvelle, original, beauty, scolaire, super, tri. هناخد مع بعض يلا صفحة 125، حاجة اسمها لي فورنيتير سكولير، ونقول هام جدا وحفظ، نحفظ الفورنيتير سكولير، الأدوات المدرسية، وكلمة فورنيتير سكولير الأدوات المدرسية، مهم جدا حفظ المصطلح نفسه، تمام؟ الكلمات دي حفظ وهامة جدا جدا. وهناخد دلوقتي مع بعض وصف الشنطة ووصف المقلمة. هنقرا الكلمة مع بعض، مهم جدا الكلمة نحفظها في الوحدة بتاعتنا، الوحدة التانية إن شاء الله. أن ستيلو، أن كريون، أن سول أن كريون دو كولير، أن تاي كريون، أن توب دو كول، أن توب دو بانتور، أن فتر، أن سورلينيور، أن دوسيي، أن ساكادو، دي سيزو، أن غوم، أن في دو بابيي، أن ريغل، أن تروس. احنا خدنا اولاد مع بعض دلوقتي الفورنيتير سكولير، بما ان احنا خدنا الفورنيتير سكولير الادوات المدرسيه، ايه السؤال؟ السؤال الاول وده هام جدا، يقول لي ديكري ديكري تا تروس، يعني ايه الجمله دي؟ صف المقلمه، تمام كده يا اولاد؟ ديكري يعني صف، وتروس المقلمه. عشان اوصف المقلمه انا عندي حاجات كتيره اوصف بيها، تمام؟ واحد هنقول ال اي جراند، هي ايه؟ كبيرة، تمام. اتنين ال اي نوار، هي سودة. تلاتة ال يا، اليا يعني يوجد. اربعة ال يا، واليا يعني يوجد. خمسة ال يا طبعا، وستة ممكن نكمل كتير، بس احنا هنختصر لحد خمس جمل. ال يا ان جو، يبقى فيها ايه؟ استيكة. اليا ان رجل، فيها ايه؟ مسطرة. اليا ان ستيلو، فيها قلم ازرق. طيب انا الجزئية الاولى، السؤال الاول والتاني هيجيني عليه سؤال، والسؤال تلاتة اربعة خمسة عليه سؤال. الاول والتاني السؤال بتاعهم هيقول لي ايه؟ كومو كومو اي تاتروس. السؤال هيجي بالشكل ده، كومو اي تا تروس، يعني ايه الجملة دي؟ يعني صف المقلمة، صف المقلمة، تمام؟ اتفقنا كومو اي دي معناها صف، وتروس كلمة مؤنثة، يبقى هقول ال، تمام يا ولاد؟ يبقى هنقول ال اي جراند، هي كبيرة، صح. ممكن اقول ال اي نوار، هي سوداء، برضو صح. يبقى سؤال كومو صف المقلمة، ده وصف المقلمة. طيب تلاتة وأربعة، تلاتة وأربعة وخمسة بيجي عليهم سؤال، ايه هو السؤال بتاع تلاتة وأربعة وخمسة؟ السؤال على تلاتة وأربعة يقول لي كيسك اليا، وكيسك اليا معناه ماذا؟ كيسك اليا دان لا تروس، ماذا يوجد في المقلمة؟ تمام قوي، ده سؤال اهو. طيب انا توجد اليا، او في حاجة تانية تو ا كيسك اليا، ماذا يوجد؟ كيسك تو ا، ماذا معك في المقلمة؟ في الاجابة هنا انا ممكن اجاوب بالتلاتة، هقول اليا
يوجد، يعني السؤال ممكن يقول لي كسك، واحنا عارفين كسك ما او ما زال غير العاقل. اليو اليا يوجد ضان في لاتروس المألمة. هقول اليا او واحدة من التلاتة يا ولاد، اليا او اليا وكلهم معناه يوجد. يوجد ايه؟ انجوم استيكا، ان رجل مسطرة، ان تروس انستيلو ألم. يبقى أنا عرفت كده وصف المألمة. نرجع ليه مع بعض كده من فوق. أول حاجة ديكري يعني صف المألمة، قلنا بطريقتين، ألي جراند ألي نوار، هي كبيرة هي سوداء، اليا إنجوم في السيكا، اليا أنراجل في المسطرة، اليا أنستيلو في ألم أزرق. طيب الخمس وصفات اللي قدامي إيه شكل الأسئلة بيجي عليهم؟ قلنا رقم واحد واتنين ده شكل السؤال اللي بيجي عليهم، يقول لي واحد واتنين موجودين عندي فوق، كومو ايتا تروس يعني صف المقلمة، هقول له الي جراند هي كبيرة، الي نوار هي سوداء. بعد كده تلاتة واربعة وخمسة، طبعا الجمل اللي موجودين فوق عندي، السؤال اللي ممكن يجي عليهم يقول لي كيسك اليا دان لا تروس، ايه اللي موجود في المقلمة؟ هقول له اليا انجوم، اليا انريجل، اليا ان استيلو. هناخد مع بعض يا اولاد دلوقتي الشنطه. هقول لك ديكري، ديكري يعني صيف، تون ساك ادو صيف شنطه الظهر. طيب ساك ادو ديكري يعني صيف، خلاص احنا عرفناها. ساك ادو شنطه، طبعا هنا مذكر، هتبقى ال اي جران هي ايه كبيره، ال اي نوار هي سوداء. هنا كنا بنتكلم عن المقلمة، طبعا اتكلمنا عن المؤنث لان مقلمة مؤنث، طبعا الشنطة مذكر. طيب تلاتة اليا، واليا يعني يوجد، اربعة اليا، واليا يعني يوجد، خمسة اليا يوجد. الشنطة اليا دي ليفر فيها كتب، دي كي فيها كراسات، اليا ان تروس فيها مقلمة. خلاص كده يبقى احنا كده وصفنا الشنطة، ال اي جران هي كبيرة، ال اي نوار هي سوداء، اليا دي ليفر يوجد كتب، اليا دي كيي يوجد كراسات، اليا ان تروس يوجد مقلمة. نفس القصة، السؤال الاول والتاني بيجيني عليه سؤال، هيقول لي يبقى واحد واتنين عندي فوق، هيقول لي كومو، وكومو يعني صف او صفي، كومو اي تون ساك ادو يعني صف شنطة الظهر. احنا عارفين كومو اي يعني، كومو اي يعني صف. خلاص طب الشنطة مذكرة ولا مؤنث؟ لا مذكر، يبقى نقول ال اي جرا هي كبيرة، تمام تمام، او ال اي نوار هي سوداء برضو صح. يجي السؤال التاني يقول لي عليه ايه؟ كيسكليا، يعني طبعا هنا انا عندي تلاتة واربعة وخمسة في الاجابات فوق، هيقول لي كيسك، وكيسك معناها ما او ماذا لغير العاقل، كيسك اليا او كيسك تو ماذا معك او ماذا يوجد. كيسكليا دان لو ساك دو، ايه اللي موجود في شنطة الظهر؟ طبعا انا توجد عندي اليا او تو ما فيش اي مشكلة، يبقى هستخدم اليا، عندي تلاتة اليا هكتب واحدة منهم، اليا دي ليفر فيها كتب عادي، اليا دي كايي فيها كراسات برضو مش، اليا انتروس. يبقى اذا انا عرفت السؤال كده عن الشنطة وعن المقلمة، اصبح الشنطة ديكريتون ساكس في الشنطة، ده الوصف بتاعها. طبعا عشان مذكره فجرا ما فيهاش او في الاخر، وعشان مذكره في نوار ما فيهاش او، اليا دي ليفر، اليا دي كيي، اليا انتروس. بعد كده السؤال البديهي قال لي كومو اي تون ساكس في الشنطه، قلت له لي جرا الي نوار. بعد كده قال لي كيسك اليا ماذا يوجد، طبعا ده لوساك، انا بكتفي باجابه واحده بس، انا بديكوا الثلاثه عشان تعرفوا ان الثلاث اجابات يصحوا، بس دي اسئله محتاجه اجابه واحده. هناخد مع بعض يا ولاد دلوقتي ان شاء الله اللي هي ليز ارتيكل ديفيني، لي ارتيكل ديفيني
اللي هي أدوات المعرفة، أدوات المعرفة. خلاص، لو، تمام، لا، الأبوستروف، لي، يبقى 4 أدوات. قلنا لو للمفرد المذكر، ولا للمفرد المؤنث، وإلا أبوستروف للمبدوء بمتحرك، ولي للجمع بنوعين. تمام، يعني على سبيل المثال هندي أمثلة، هنقرأ مع بعض تاني. لو، لا، إلا أبوستروف، لي. لو، لا، إلا أبوستروف، لي. تمام، تعالوا ندي مثال. هنستخدم الأدوات الأربعة لما أقول نقط كوبان. كوبان دي مذكر عشان ما فيش او في الآخر، هتبقى لو كوبان. نقط كوبين، كوبين هنا آخرها وتبقى مالها مؤنثة، هقول لا. نقط أمي، أمي صديق مفرد مبدوء حرف حركة، هتبقى ال أبوستروف. نقط أمي، تمام، برضو هنا عرمنا مذكر أو مؤنث مش هيفرق، ده مبدوء بحرف إيه؟ متحرك ال أبوستروف. لما أقول نقط فوازان، هتبقى هنا آخرها أس تبقى جمع، هتبقى لي. لما أقول نقط كوبان، خلاص آخرها أس هتبقى لي. يبقى أنا عرفت هنا استخدامهم إزاي، لولو المذكر طبعا، ولا المؤنث، وأبص المتحرك، ولي للجمع إيه بنوعيه، سواء كان جمع مذكر أو جمع إيه مؤنث. تمام، هنبدأ يا أولاد مع بعض التمرين عن أدوات المعرفة. طبعا أدوات المعرفة لو، لا، الأبوستروف، لي. هنا يو ليزيو، احنا قلنا الاس والاكس علامة الجمع، مش كده يا ولاد؟ هنا ليزيو طبعا اخرها اكس، طبعا هتبقى لي للجمع. بعد كده طي كريو، الكلمة هنا مالها مركبة، واحنا اتفقنا كلمات مركبة مفرد مذكر، يبقى سي لو طي كريو. بعد كده ميزون، ميزو يعني منزل، ودي كلمة شاذة خدناها مع بعض من أول الحصص. وخلي بالنا رانجي هنا الصفة مؤنثة، هنا هتبقى لا. بعد كده راكت، راكت مؤنث، هتبقى لا. سي جولي، كامراد، كامراد، جولي هنا في ميناء مؤنث، وكامراد زميلة طبعا سوزان، هتبقى لا كامراد دو سوزان. بعد كده كيت، دو أليكس، هتبقى كيت هنا كلمة مذكرة، هتبقى لو كيت دو أليكس. بعد كده أورديناتور، أولها حرف متحرك، هتبقى ال اي أبوستروف. كاسكيت آخرها او، هتبقى مؤنثة، هتبقى لا كاسكيت دو زوي. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي فواسي براسلي، براسلي آخرها اس، هتبقى جمع، يبقى هنقول لي فوازا، فوازان كلمة مذكرة ما فيش او في الآخر، هتبقى لو. بعد كده كلاس اخرها او، هتبقى مؤنثه لا. فوتو كلمه شاذه، وخلي بالنا من الكلمات اللي انا علمت عليها فوق، ميزون وفوتو، نحفظهم لان كلمات شاذه. فوتو صوره مؤنثه واخرها اس، طبعا هنا هتبقى جمع مؤنث، بس ليه بتمشي الجمع سواء مؤنث او مذكر. بعد كده فواسي بيير، طبعا هنا ال ابوستروف عشان مبدأ بحرف ايه متحرك. اورديناتور اخرها اس، هتبقى لي. حد يقول لي يا مدام، طبعا هنا اورديناتير اول حرف متحرك، ليه حضرتك طبعا ما خدتش الا ابوستروف؟ لا، في الجمع ما فيش ابوستروف، الابوستروف فقط مع اللو او اللا. ليه؟ لان انا لما بقول لو امي، ايه اللي حصل؟ هنا متحرك وهنا متحرك، حذفنا وحطينا ابوستروف. لا امي، ايه اللي حصل؟ برضو متحرك مع متحرك، حذفنا وحطينا ابوستروف. لكن لما اقول لي زامي، ايه اللي حصل؟ الاس فصلت بين الحرفين المتحركين، فما يعملش اي مشكله، يبقى ال ابوستروف بتحل محل اللو او اللا، بس المبدوء بحرف متحرك. ماكت هنا اخرها او، هتبقى لا. سيزو اخرها اكس، هتبقى جمع. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.